المندوبية العامة للتضامن الوطني تآزر تطلق مشاريع تنموية في ولاية داخل تنوادبو، من بينها محطة لتحلية المياه ولمساعدة المزارعين. واستعرض المندوب العام لتآزر خلال الانطلاقة الرسمية أبرز المشاريع الخدمية المدرجة على أجندته والموجهة للولاية، عادة منها المياه والبنى التحتية السكنية الرامية للارتقاء بواقع السكان. لنواصل تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، وقد كان لي الشرف هذا الصباح بوضع حجر أساس وحدات لتحلية المياه لدعم التعاونيات الزراعية وتحفيز العمل الجمعوي والمساهمة في مكافحة الفقر. هذه الوحدات ستسهم لا شك في تعزيز إمدادات المدينة بالماء الصالح للشرب والاستغلال في المجال الزراعي، كما أنني سأضع حجر أساس 378 وحدة سكنية تشكل أكبر مشروع سكني من نوعه في الولاية، وستوفر سكناً لائقاً لـ 378 أسرة موريتانية. كما ذمنت المتحدثة باسم المجلس البلدي للمدينة المشاريع التي أعلن عن إطلاقها بالولاية، معتبرة إياها لفتة كريمة من الرئيس للنهوض بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان. إن إشرافكم معالي المندوب العام للتآزر على وضع الحجر الأساس لتشييد وحدة لتحلية مياه البحر لري المناطق الزراعية بنوادبو، يأتي تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن القزواني الرامية إلى رفع مستوى الاقتصاد المواطن الموريتاني أينما وجد، كما يأتي استجابة لمطلب ملح كانت ساكنة المدينة والمزارعين خصوصا ينتظرونه بفارغ الصبر لما يعول عليه من أمال ويعلق عليه من طموحات. المشاريع الخدمية الموجهة للمدينة خاصة في شقها المتعلق بتحلية المياه انطلاقا من البحر تشكل خطوة هامة في سبيل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه سكان المدينة عموما والمزارعين، وتضع حدا لمعاناتهم مع المياه، يضيف رئيس المجلس الجهوي لنواذيبو. إنه لمن دواعي الغطة والسرور أن تشرف هنا بوجودكم اليوم بيننا بمناسبة وضع حجر الأساس لوحدة تحلية مياه البحر من أجل ري المناطق الزراعية في مدينة نواذيبو، وبتمويل ذاتي من الدولة الموريتانية ومن ميزانية المندوبية العام للتضامن ومكافحة الإقصاء تآزر، حيث ستشكل هذه الوحدة بعيد اكتمال الأشغال فيها دعامة مهمة للزراعة المحلية وتعزيزا للأمن الغذائي خاصة في مجال زراعة الخضروات، وستساهم أيضا في تسوية مشكل المياه لصالح المزارع في المدينة، وهو ما سينعكس إيجابا على كمية المياه الموجهة لسقاية الساكنة. وتبلغ القيمة المالية المرصودة للمشروعين الخدميين أزيد من 4 مليارات أوقية قديمة وفق بيانات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، وتشمل التمويلات التنموية الموجهة للولاية بحسب المسؤولين في تآزر قطاعات الصحة والتعليم والزراعة ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة بها على مستوى المدينة.